سلام يا جماعة، شلونكم؟ ما تدرون إيش كثر كنت هذا. ليش كذي؟ لحظة أعدل غلطي وأكلمكم زين. ما تدرون إيش كثر كنت متشوقة على شغلة موجودة عندكم بالسعودية ويابولي إياها. هي موجودة بالكويت بس بالسعودية. ما تتخيلون إيش كثر كنت متشوقة أجرب كوكيز البرتقال. للأسف هو مو متوفر بالخليج بس بالسعودية، توا مرجعينها النكهة هذه، نكهة البرتقال. وبالغصب قدرت أخذ لي علبة، بالغصب وصلوا لي علبة. والله thank you golden brown. طبعا لازم تأكلون هالشي وهو حار. مو قادرة أوصف النكهة والله، بس يعني شفتوا شلون نكهات الشوكولات اللي يكون بالبرتقال، بس ما تحسون انه يعني الطعم وايد مركز، تحسون النكهة شي خفيفة. نفس نظام الزعتر يعني. والله جولدن براون ما ادري شلون قاعد يفكرون بهالنكهات، يعني اشياء غريبة مو الاشياء العادية اللي متعودين عليها كوكيز، يعني فهمتوا قصدي؟ قاعد يبدعون بالنكهات، يعني زعتر برتقال، اشياء غريبة اشياء جديدة. وبنفس الوقت يعني تحسون ان الطعم شيء غريب شيء لذيذ. والله شي نكهات نار. كثر ما انا مشتطة ويانا على النكهة ابي اوصف لكم الطعم بس ما اعرف شلون. طبعا لازم مع القهوة العربية. كثر ما قلت لكم النكهة مو موجودة عندنا بالكويت، يعني بالغصب يعني وايد حنيت عليهم انه يطرشون لي علبة واحدة من البرتقال، لانه وايد كنت مشتطة. يعني نكهة الزعتر كانت شيء غريب وجديد بالنسبة لي ووايد حبيته. البرتقال هم وايد الناس حابين النكهة وعليه طقعصي، ونفس نظام يعني هو نفس نظام كوكيز الزعتر، يعني يوفرونه فترة بعدها يتوقف. فتوى متوفر كوكيز البرتقال، رجعوه بس بالسعودية، وقريب ان شاء الله راح توفر بكل الخليج. وايد 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 متحمسة انكم كلكم تجربونه. قلت لكم الاشياء اللي احبها بهالكوكيز، انه اول شيء وايد ينوعون بالنكهات، يعني برمضان كانوا منزلين نكهة الهيل، زعتر، برتقال، ايش بيسوون اللي قدام، جولدن براون، صج قاعدين يبدعون. وغير كذي طريقة التخزين، يعني تخلونه بالفريزر وقت ما انتوا اشتهيتوا تاكلون كوكيز تبون تحلون عندكم يمعة شيء، بس تحطونه بالميكروويف دقيقة.